أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. نحن الآن في أحد العيون في وادي فاطمة في محافظة الجموم، وتحديدا هذه العين عين الفايجة، تقريبا القطر الدائرة 100 متر. كانت تستخدم هنا تخزين المياه. نحن في وادي فاطمة الآن تحديدا بالقرب من سد وادي فاطمة وقرية أبو حصاني هنا، والقشاشية قدام هناك، وهذه أحد العيون اللي تبرع بها الأمير عبد الله الفيصل إلى مكة. هذه عين الفايجة، ربما تستخدم هذه تخزين المياه هنا. العين تمدها من القشاشية تقريبا، تجي مع هذا الدبول هنا، الدبول شايفينه واضحة، هذا دبول المياه تجي بتصب في هذه البركة. بناء قديم جدا. عين الفاجة من ضمن 3 عيون تبرع بها الأمير عبد الله الفيصل لإيصال المياه إلى مكة المكرمة. وعين الفائجة كما ذكر البلادي في معجم معالم الحجاز أسفل من القشاشية. أما بالنسبة للتاريخ البناء الفعلي فالله أعلم متى بنت هذه البركة. لها ذكر في تواريخ مكة، ذكر ابن فهد في حوادث عام 798 للهجرة حادث قطع نخيل بعض الأشراف في عين الفائجة. ما لها أي ذكر آخر. وهذه عين الفائجة شمال مكة في محافظة الجموم. تقريبا قطرها 100 متر، كبيرة صراحة. هذه العين التاريخية القديمة ملك الآن مبارك أبو ملوخية. ناخذ بكم جولة الآن، شايفين الدرج، هذا الدرج ينزلك على البركة من اليمين لليسار. بسم الله، تنزل داخل المبنى الدائري هذا البركة. هذه بركة عين الفائجة شمال مكة. هذه السواقي والدبول اللي كانت تجي من العين من هناك.
ما بعرف كيف هاي سوا.